السلام عليكم. بداية سأذكركم بأن هذه امتحانات المستوى السادس، ولكل لكل امتحان جواب، وسأضع الأجوبة عبارة عن صور أسفل الفيديو، أضع لكم الرابط لتحميل هذه الامتحانات ومع تصحيحها. إذا على بركة الله، أعزائي الأساتذة، أعزائي التلاميذ، أقدم لكم مجموعة من الامتحانات تخص مادة الرياضيات، عددها 7. بعد كل امتحان تجد مباشرة عناصر الإجابة أو الجواب الصحيح لتقارن إجاباتك مع ما هو موضوع في التصحيح. إذا على بركة الله، وكما نلاحظ أن جميع الامتحانات تبتدئ بأنشطة عددية، لهذا يجب على التلميذ أن يضبط الأعداد والعمليات الأربع على الخصوص، وبالأخص من تكون تتضمن الفاصلة والترتيب والقصور. إذا على بركة الله، إذا من وصلوا شي تمرين، نقوم بإيقاف الشاشة حتى ننجزه ب ننظر مثلا المثال الأول. إذا الأنشطة العددية، بعد أن نتم هذا التمرين ننتقل إلى الأنشطة. نعم، باش في الشاشة يبان لكم كل شيء. مثلا هنا غنهبطو بشوية حتى نتم الامتحان، وأنت غتوقف في وقفتي. نعم، وسأضع لكم الامتحانات أسفل الفيديو. نعم، سأضع الامتحانات أسفل الفيديو حتى تتمكنوا من تحميلها. إذا سنقف عند كل تمرين على حدة حتى يمكنك توقيف الشاشة. عندنا هذا التمرين رقم 3. صحيح. صحيح، تمرين رقم 1 بالنسبة للامتحان الموحد المحلي رقم 1. صحيح، تمرين الهندسة. ثم صحيح، أنشطة القياس. امتحان موحد رقم 2، كما كنلاحظوا دائما نبدأ بالأنشطة عددية، لهذا يجب ضبط هذه النوعية من التمارين، لا نستهين بها. إذا التمرين الثاني تحويلات، تحويلات والأنشطة. إذا أنشطة القياس، أنشطة الهندسية، وبعدها ننتقل إلى التصحيح. إذا التصحيح بالنسبة للعمليات الأربع مع الترتيب مع الأعداد الكسرية. صحيح، رتب الامتحان رقم 3، رتب أعداد. نعم، أنشطة هندسية، أنشطة القياس،
وظيفه هندسيه. الامتحان الرابع أنشطة هندسة وقياس. حلول امتحان رقم 4، هذه امتحانات محلية، سننتقل بعدها إلى الامتحانات الإقليمية التي تجمع جميع الدروس. إذا هذا الرقم باش نشوفوا التمرين، تمرين آخر هندسة. إذا ننتقل إلى النموذج في الامتحانات الإقليمية، إقليم مديونة نموذجا. هندسة كذلك أنشطة قياس تحويلات مع المسائل، تصحيح بطبيعة الحال دائما مع التصحيح، نصل إلى الامتحان السادس للمحمدية. انظر إلى أن الأسئلة تتشابه، إذن يجب التركيز وربح النقاط في الامتحان. هذه نقاط سهلة تتعلق بالعملية الأربعة والاختزال والترتيب، تأتي بعد الأنشطة الهندسية. المسائل مسألة أنشطة القياس تحويلات، نعم، ثم إقليم محمدية تصحيح، نعم، هنا تصحيح، انظر إلى التصحيح، قسمة والضرب والجمع، نعم. إقليم برشيل نموذج امتحان هندسة، والمسألة أنشطة قياس، يعني نفس النموذج جابه التصحيح. نحضروا معنا الوسائل الهندسية والأدوات الهندسية اللي غنحتاجوها في الامتحان. انظر إلى هذا الرسم، نعم، هذا الامتحان الأخير بطبيعة الحال، وسنضع لكم رابطا أسفل الفيديو به هذه الامتحانات، عبارة عن وثائق، عن صور ليسهل الاحتفاظ بها على هواتفكم أو على حواسبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.